فلا يجوز لإنسان أن يجلس مع قوم يخوضون مع الخائضين. وها هنا أود أن أنبه إلى أمر مهم، وهو أن بعض أحيانا بعض الأغمار وبعض الشباب عنده طغيان الثقافة بسبب مواردها ومنافذها المختلفة والمتنوعة مسموعة ومقروءة، تغشى الأسماع والأبصار أراد المرء ولم يرد. ولهذا صار لدى كثير من الشباب طغيان معرفي بسبب تراكم هذه المعارف ظنها علما، وهو لا يفرق بين العلم وبين المعرفة، بين العلم وبين الثقافة. فإن العلم مرتبط بمقدمات وأسس وقواعد يتصل بها اتصالا محكم الذي يشد بعضه بعضا، بينما الثقافة هي مجموعة معلومات مجتمعة متراكمة. فيعني يغتر بهذا، ثم الآن وسائل ومواقع التواصل كثيرة، بإمكانه أن ينشئ قناة لنفسه يتحدث فيها بفتوحات الله عليه، ويتكلم عن هذه الفيوضات ويفوح نتنا ما علما، ويظهر لنا من غرائب العجائب، ولا يقف عند حد، حتى القرآن يفسر، والأحاديث منها ما يرده ومنها ما يقبله ومنها ما يوافق هواه ومنه ما لا يوافق هواه. المصيبة ليست ها هنا فقط، لا تكمن ها هنا، وإنما نجد أن هناك من يروج لأمثال هؤلاء بقصد أو بغير قصد، يذيع هذا ويشيعه في المجموعات وفي برامج التواصل. هو قد يكون قصده أن يذمه، لكن بنشره له قد يلقى أسماع، قد يلقى هذا المنشور أسماعا، لأن الناس مراتبهم في الاستيعاب والفهم والمعرفة متباينة متفاوتة، فقد يتأثر امرؤ بهذا. يعني الشائعات لا تلقى أفئدة متساوية في معاييرها تقبل وترد. ولذلك جرح عرض النبي صلى الله عليه وسلم بفعل إشاعة الكلام، وقد ذم الله تعالى إشاعته، مع أن الصحابة ما كان قصدهم يعني الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو حديث الساعة في ذلك الوقت، فتكلموا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وشاعت حادثة الإفك بحسن نية، شاعت بحسن نية، وإن كان الذي تولى كبرها خبيث أخبث، لكنها شاعت لأن الصحابة كانت هي الحديث، حديث الساعة في ذلك الوقت. فذمهم الله تعالى، قال سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بأفواه، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وحذرهم الله تعالى ووعظهم أن يعودوا لمثله. فما كل منقول غدا مقبولا، كما يقول نور الدين السالمي رحمه الله: والله قد أعطى الورى عقولا، ما كل منقول غدا مقبولا. فالكلام الهذر والهذيان الذي يصدر من امرئ ما عنده علم، اعرف ممن تأخذ علمك، لا سيما ما يتعلق بالدين. لنا علماء شاع صيتهم في الأمة وشهد لهم بالعلم في الأمة، هؤلاء الذين تستمع إليهم وتسمع غيرك ما يقولون.